نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عرضا خاصا للأزياء الشعبية والذهب البحريني العريق المتميز بالنقوش التراثية البحرينية المميزة وذلك في سوق المنامة. نعم، يأتي تنظيم هذه الفعاليات في إطار برنامج الهيئة الحافل الذي تنظمه بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بما يسهم في جذب المزيد من الزوار والسياح في سوق المنامة، إضافة إلى تعزيز الحراك السياحي والتجاري الذي يشهده هذا الشهر الفضيل. نعم. في أمسية رائعة في مكان تفوح منه رائحة التاريخ، تم استعراض الزي الشعبي في أروقة باب البحرين الذي جاء بأبهى صورة له ليتحدث عن جمال تصاميمه وأناقته. هذه فعالية هي من الفعاليات اللي تعزز الموروث الشعبي البحريني وتبين حضارة مملكة البحرين. فإحنا في هيئة البحرين السياحة والمعارض حبينا نستغل شهر رمضان الكريم إن إحنا نعزز هذه الموروث ونعرف زوار باب البحرين على أبرز المعالم الموجودة في مملكة البحرين اللي هو باب البحرين، وأيضاً نعرفهم على الموروث الشعبي البحريني اللي هو ضمن الذهب البحريني اللي يعتبر من أعرق الذهب اللي موجود مو بس في منطقة الخليج العربي لكن أيضاً عالمياً. وبخيوط الذهب تم تصميم تلك القطع الفنية لتبهر الحضور ببريقها المتميز وتصاميمها التراثية المتجددة، فتلك النقوش جمعت بين الماضي العتيد والحاضر الجميل لتشكل تحفة فنية تزدان بها المرأة البحرينية في مختلف المناسبات لتظهر بأبهى حلة. أهمية هذا المعرض والعودة إلى حيوية الأنشطة في البحرين لا سيما التراثية أهمية لها بالسوق وأهل السوق كذلك. أؤكد على أهمية ربط التراث من الملبس إلى الذهب، حيث أن الذهب يرتبط كذلك باللباس التراثي الشعبي من ثوب نشل، وسواء كان مشمر العروس وسواء كان حتى الأزوارة لا سيما بين المناسبات. حبيت هنا المهرجان مرة حلو، سواء من أزياء أو من ذهب. طبعاً معروف عن ذهب البحرين وأزياء البحرين شيء مرة حلو، والحمد لله أني كنت من الحضور. هذه الأزياء زادها بريقاً وتألقاً لمعة الذهب البحريني بنقوشه المتميزة والذي لطالما ذاع صيته على مستوى العالم، لما يتفرد به من تصاميم مبهرة وصياغة ذات جودة عالية. يأتي هذا المهرجان يسلط الضوء على الأزياء الشعبية والذهب البحريني العريق المتميز بالنقوش التراثية البحرينية المتميزة، ليبرز ما يتمتع به الزي الشعبي البحريني من نقوش خاصة ومتميزة وعريقة متناغمة في الوقت ذاته مع تصاميم الذهب البحريني الأصيلة. خولة القرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.